إذا نظرنا أعلى يسار الشاشة سوف تجد أيقونة مكبر الصوت، ويمكنك الضغط عليها للتأكد من تشغيل الصوت. وإذا لم تسمع الصوت عليك إخبار المختبر، ثم اضغط على الزر الموجود أمامك. سوف تظهر لك الآن صفحة الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على زر تسجيل الدخول. سوف تظهر لك لوحة المعلومات الخاصة بالطالب، وستجد بها اسم الطالب، اسم المستخدم، الرمز الخاص به، وصورته. وهنا ستظهر لك الاختبارات المتاحة حالياً لك للبدء بها. والآن يمكنك الدخول على الاختبار من خلال الضغط على زر إجراء الاختبار. وهنا ستظهر لك التعليمات الخاصة بالاختبار، وتجب عليك عزيزي الطالب قراءة هذه التعليمات جيداً قبل بدء الاختبار. ومن هذه التعليمات مدة الاختبار وعدد الأسئلة، متى يمكنك الخروج من الاختبار وغيرها من التعليمات. وبعد الانتهاء من القراءة عليك الضغط على زر التالي الموجود بالأسفل. ستظهر شاشة الإرشادات والتي يجب عليك اتباعها، مثل إبراز الهوية ومنع استخدام أي أجهزة أثناء الاختبار. وهنا يجب عليك الضغط على المربع بجانب لقد قمت بقراءة جميع التعليمات، حتى يمكنك الضغط على زر مستعد للبدء لبدء الاختبار. ستظهر لك صفحة الاختبار، وستجد المؤقت قد بدأ بحساب وقتك المتبقي، كما ستجد صورة الطالب والكود الخاص به وإجمالي عدد الأسئلة. ستجد في هذا الجزء جميع أسئلة الاختبار، بالضغط على أي منها ستنتقل إلى السؤال مباشرة، فهنا يمكنك التنقل بحرية بين الأسئلة. ونلاحظ هنا عزيزي الطالب مجموعة من الألوان الموجودة على المربعات، وبالطبع إنها ترمز إلى شيء ما، فاللون الأبيض يعني أن هذا السؤال لم يتم استعراضه أو زيارته، أن هذا السؤال لم تتم الإجابة عليه، واللون الأخضر يعني أن هذا السؤال تمت الإجابة عليه. أما في هذا الجزء ستجد نص السؤال واختياراته، ويمكنك من خلال هذه الأزرار التي توجد أعلى السؤال تكبير حجم خط الأسئلة أو تصغيرها. بعد الانتهاء من الإجابة عن السؤال يجب عليك أن تضغط على زر حفظ والتالي، وذلك ليتم حفظ إجابتك. بعد الانتهاء من الاختبار اضغط على زر إنهاء الاختبار، والذي سوف يفعل تلقائياً بعد مرور نصف الوقت، وهنا يسمح لك بالخروج من الاختبار. ولكن احذر عزيزي الطالب، إذا قمت بغلق شاشة الاختبار من غير الضغط على زر إنهاء الاختبار سوف تعتبر إجابتك للاختبار غير مكتملة، وبالتالي لن يتم احتساب درجة الاختبار. وبعد الضغط على زر إنهاء الاختبار سوف تظهر لك رسالة تأكيد انتهاء الاختبار، وهنا قم بالضغط على زر نعم. سوف تظهر لك شاشة أخرى لتأكيد الانتهاء من الاختبار لتكتب بها الكود الخاص بك، ثم ستظهر لك صفحة تفيد أنه تم انتهاء الاختبار بنجاح.